فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لديها ابنان من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهم راتب شهري من قبل الدولة، فهل يجوز لها أن تأخذ من هذا الراتب بقدر حاجتها؟ لا بأس، الوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد، لا يحتاجه الولد، الزائد عن حاجة الولد للوالد أن يأخذ منه. إن أخذ من أموالكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم.